معنا الدكتور طارق فهمي، استاذ السياسه والعلاقات الدوليه. يا دكتور طارق، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل يا فندم. يا اهلا بيك. لما نيجي نتكلم عن العلاقات الروسيه الافريقيه، روسيا تحديدا دوله لم تتورط في اي نزاعات، لم تتورط في اي صراعات في القاره السمراء، ولا كان ليها دور في اي احتلال، بل بالعكس هي ساعدت دول القاره السمراء على التحرر بالتعاون كمان مع مصر في الخمسينات، سندت ثورات التحرر في الدول الأفريقية، وأعتقد ده أساس مهم جدا أن احنا نبني عليه العلاقات ما بين روسيا والقارة السمراء. هو طبعا بالتأكيد كما أشرت حضرتك، هو العلاقات الروسية الأفريقية هي علاقات جيدة، لكن في فكرة العلاقات الدولية بنية النظام الدولي الآن، ونحن متجهون بقوة إلى نظام متعدد الأقطاب، بتبحث كل القوى عن مناطق نفوذ وتحرك ومسارات واتجاهات جديدة، طبعا تحت قاعدة المصالح المشتركة والفوائد المثبتة. بالتالي في حاجة مريحة بالنسبة لروسيا تجاه القارة الإفريقية، والعكس، يعني ليست أننا نستقبل في روسيا وأن روسيا ستمنح يعني الاتفاقيات في اتفاقيات الغذاء لعدد من الدول الإفريقية، ليست بهذه الصورة تضار العلاقات الدولية، العلاقات الدولية تضار على منافع متبادلة ومصالح مشتركة. مظبوط. لهذا لما يعني كان هناك رفض من عدد من الدول الإفريقية للسياسات الأمريكية، أنت تعرف السياسات الأمريكية ضغطت خلال الفترة الأخيرة لمنع حضور هذه القمة من خلال عدد كبير من القادة، وفشلت لأنه القمة نجحت بمن حضر، وأعتقد أن الحضور المصري الكبير ومشاركة السيد الرئيس أكسب هذه القمة زخما كبيرا على كافة المستويات، لأن مصر نموذج وعلاقتها جيدة في القارة الإفريقية، وعلاقتها أيضا جيدة على المستوى الروسي، ونحن من دش بهذه في 2019، ونحن من وضعنا الأسس. طيب، ربما كشاهد دكتور طارق، استاذن حضرتك بس لو تغير المكان عشان صوت حضرتك مش واضح. العلاقات الدوليه بتبنى على هذا الاساس، وانا اعتقد انه هذه الشراكه بتتطلب بطبيعه الحال قدر كبير جدا من المرونه والسيوله السياسيه، لا تتعلق فقط بموضوع المنح والمساعدات والغذاء المقدم من روسيا، الى بناء انصاف جديده للعلاقات بين افريقيا وبين روسيا في هذا التوقيت، في نماذج افريقيه كبيره على راسها النموذج المصري، شهدت الرئيس بوتين بحجم العلاقه وشكلها واطارها مع مصر، مش مشروع الضبعه فقط ولا المنطقه الاقتصاديه ولا الاستثمارات، تاكيد على مكانه الدوله المصريه وحضورها الكبير في المنظومه الاقليميه والدوليه، اعتقد مهم جدا انه كان يطرح اليوم، وبطبيعه الحال هذا التقدير الكبير للدوله المصريه باعتبارها النموذج. هناك نماذج أخرى في أفريقيا، لكن بطبيعة الحال تركيز روسيا على مصر بخصوصية العلاقة، وكما أشرت حضرتك يعني لقرب يعني مرور 80 عام على العلاقة، وجزء منه إيمان الروس بأن هذا البلد بلد مهم للغاية ويمكن أن يلعب دور في الاستقرار في الإقليم، ونحن نقيم علاقات على مستوى جدية أستاذ محمد، سواء كان مع روسيا الصين مع الولايات المتحدة، وحريصين على مع كل القوى في نفس التوقيت، مصالحنا هي الحاكمة، ومصالحنا ومعطياتنا الرئيسية اللي بتخدم سياسة الدولة المصرية، وهي دي لغة السياسة الخارجية المصرية الجديدة بيخدم ده. بنتحرك في دوائر جديدة النهاردة في مجال السياسة الخارجية، أعتقد مهمة جدا حضرتك أستاذ محمد، بنيت دوائر جديدة. صحيح. وفي الشرق المتوسط في استراتيجية الاتجاه شرقا، بالإضافة طبعا للدوائر التقليدية. تفضل. طيب دكتور طارق، البعض شايف أن هذه القمة هي قمة لطمأنة القادة الأفارقة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ وهل بالفعل وصلت لما تصبو إليه هذه القمة؟ بالفعل القادة الأفارقة اطمأنوا من خلال كلام الرئيس الروسي النهاردة؟ هو طبعا الرئيس الروسي وجه رسائل تطمينات مهمة بالنسبة لموضوع الغذاء، لكن أزرع روسيا حضرتك لا تتوقف على موضوع الغذاء أو الأمن الغذائي للقارة الإفريقية، الروس حاضرين من خلال شركة فاجنر، من خلال النفوذ السياسي، من خلال التحركات الاستراتيجية في أفريقيا، حضرتك تعلم أن هناك تجمعات كثيرة اقتصادية حضرت النهاردة وشاركت، وكان حضور السيد الرئيس عدد من فعاليات مهمة للغاية. أعتقد أيضا الروس يبحثون عن مصالحهم بالنسبة للقارة الإفريقية، يريدوا أن يبنوا سياسة استراتيجية، طبعا يعني ما بين قوسين قد تناكب السياسة الأمريكية، والإدارة الأمريكية لن تستطيع أن تفعل شيء، لن تستطيع أن تفرض عقوبات على هذه الدول أو غيرها، هذا كلام يعني غير صحيحة،
القوى الافريقيه والدول الافريقيه تتحرر، والقاره الافريقيه كما يقول سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما انها قاره جاذبه للاستثمار، في فرص جيده مصر صحيح. بتقدمها ومصر نجحت بمهاره من خلال مؤسسات الدوله المصريه الراسخه في تاكيد هذا الامر في المنتديات اللي عملناها في فتره رئاسه مصر الاتحاد الافريقي، ولا زلنا نتواجد في كثير من فعالياتها طبعا مع الجانب الصيني مع الجانب الروسي وايضا مع نطاقات الدول الاتحاد الاوروبي، وبالتالي في حاجه مشتركه حضرتك استاذ محمد للافارقه لروسيا والعكس بالنسبه لروسيا للاتحاد الافريقي وطبعا لافريقيا، وبالتالي احنا بنسجل حضور كافارقه يعني في الازمه الروسيه الاوكرانيه كان اليوم حديث ونقاش في هذا الاطار، والاتحاد الافريقي بذل مجهودات كبيره كافارقه عظيم التفاعلات الاقليميه نحجز مهمة أوي في ترتيبات الأمن وترتيبات السياسة القادمة في هذا النظام الدولي، وزي ما أشرت لحضرتك المصالح المصرية والمصالح الإفريقية تتطابق في هذا الإطار، وحرص روسيا بطبيعة الحال على يعني الاستعانة بقوة رئيسة في هذا الإطار احنا كنموذج للقارة الإفريقية حضرتك، وبالتالي أعتقد أن الروس ركزوا مع مصر في هذا الإطار وفي مجالات كثيرة في مجالات التعاون لا تقتصر على ما ذكرناه، أعتقد في أمور بتبنى فيها فكرة العلاقات الثنائية بيننا وبين الجانب الروس، والروس بطبيعة الحال سيوفروا كثير من الاحتياجات الإفريقية، لا يوجد ميراث عدائي كما تذكر حضرتك بين القارة الإفريقية وبين روسيا، روسيا لم تحتل المنطقات الإفريقية، روسيا لم تدخل في تجمعات فرنكوفونية أو أنجلوفونية زي فرنسا وبريطانيا، ما فيش ميراث عدائي بما يسمح صحيح. فعل حضرتك في تشكل علاقات جيدة وأنماط جيدة قائمة على فكرة إفادة الجميع كما تريد روسيا أن تستفيد من القارة الإفريقية بمواردها الطبيعية وبكثير من الثروات، القارة ما يعني بها كثير من الموارد في هذا الإطار، هم أيضا نحن كأفارقة محتاجين الدعم الروسي، طبعا أزمة الغذاء الغلال طبعا كما تعلم روسيا أوقفت الاتفاقية والأمم المتحدة بتسعى لتمديدها، ففي نقاشات طويلة في هذا الإطار، لكن في النهاية روسيا تستطيع أن تقدم دعم في هذا الإطار. عظيم. أخيرا دكتور طارق لو تكلمنا عن طبيعة العلاقات المصرية الروسية والمراحل اللي مرت بيها. العلاقات المصرية الروسية هي علاقات ممتازة وتقدر حضرتك تضع لها عنوان هي علاقات تاريخية بمعنى الكلمة. حنين المصريين إلى العلاقة مع روسيا بدأ من الستينات بمشروعات كبيرة نبني عليها الآن، ميراث العلاقة علاقة قائمة على فكرة الاحترام والتقدير للجانب المصري والعكس نحن نقدر الجانب الروسي، ولا تنسى حضرتك في قلب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية استقبلنا وزير خارجية روسيا في مصر ونقل رسالة إلى العالم لم تستطع أي دولة لا عربية ولا إفريقية ولا دولية استضافة وزير الخارجية الروسي في يعني بلادها ولا أي عاصمة استقبلت، لكن إحنا استقبلناه في توقيت الأزمة حرصنا أن نقدم رؤية. لا تنسى أستاذ محمد سيادة الرئيس وجه دعوة لإمكانية أن نلعب دور مهم بين في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا في مؤتمر الشرم صحيح. مؤتمر الشباب مصر طبعا يعني عرضت عروض في هذا الإطار، بنتحرك طبعا بأسس راسخة يعني زي ما أشرت لحضرتك فكرة الفوائد المشتركة والمصالح المتبادلة، روسيا الآن طبعا لها مشروعات متعددة معانا في مصر، واعتقد انه في حرص روسي على تطوير وتعزيز هذه العلاقات، ادينا روسيا ما لم نعطيه لامريكا بالمناسبه صيغه 2+2 وزيري الدفاع والخارجيه، وادينا لها انماط كثيره في مجالس مشتركه ولجان اعمال مشتركه ومجالس اعمال مشتركه ومنطقه صناعيه ومنطقه مشتركه، كل هذه الامور ربما يعني كاكاديميين نحللها انها لا تقل عن حجم الشراكه مع امريكا، لانه احنا بنحدث نوع من التوازن في نمط العلاقة بين القوى الرئيسة في العالم سواء كانت الولايات المتحدة وإحنا بيننا شراكات كبيرة مع الولايات المتحدة، لكن لا ننسى بطبيعة الحال كانت هناك سخافات أمريكية في مراحل معينة، أعتقد أن إحنا تجاوزناها بصورة كبيرة مع الروس، لم نواجه مثل هذه الأمور، بالعكس روسيا رحبت بمصر في أصعب الظروف وكان هناك ولا زال تقدير كبير للقيادة السياسية المصرية ومكانة مصر الإقليمية والدولية، وأعتقد أنه في تنسيق وتطابق في بعض الملفات المهمة بالنسبة لنا إحنا منطقة شرق المتوسط في الملفات السورية، الملف السوري مهم لينا فإحنا بننسق مع الجانب الروسي في هذا الإطار، أيضا في ليبيا في مناطق التماس في إفريقيا، ففي حضور وفي علاقات جيدة بتربطنا بالجانب الروسي ونتمنى أنها طبعا تعزز في الفترة المقبلة. كل الشكر ليك دكتور طارق فهمي أستاذ السياسة والعلاقات الدولية.